تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر اتصالا هاتفيا اليوم من معالي السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة، عبر خلاله عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه وهو ينعم بوافر الصحة والسعادة، وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها ويديم عليها نعمة الرخاء والازدهار. وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس الأمة الكويتي على تهنيه ومشاعره الطيبة، داعين الله أن يديم المحبة والأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا سموه لدولة الكويت وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.